اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، وتنتمنى لهم حظ سعيد. اليوم إن شاء الله قبل ما غادي نبدأ غادي نهضر على بزاف الحوايج، بحال الناس اللي ما عندهمش البابوش، الوصفة ديال الببوش والفاسوخ والعرعار. انا غنحط لهم وصفة ان شاء الله ديالهم. الناس اللي عندهم ميسرة معهم الامور، عندهم كاع المكونات يحاولوا يديروه. حنا حطيناه، غادي نحط وصفة للناس اللي ما عندهمش المكون ديال الببوش. ان شاء الله غادي نحطها في اقرب وقت. الوصفات كلهم تدريجيا كلهم غادي نحطهم ان شاء الله. اليوم حيت الوصفة عندي، داكشي علاش غادي نحطها، وبغيت كلشي يستفد منها. الناس اللي عندهم نحوسات وعندهم خيالات في الدار، ان شاء الله بحول الله غادي نحط لهم هذه الوصفه رائعه وفعاله. حيت الناس اللي تيشوفوا خيالات اما من المنزل اما من هم مصابين بالمس. كاين الناس اللي مصابين بالمس تيشوفوا ما خيالات، يكون هو عنده مس، او الدار تتكون سكن جديد باقي عمار الدار ما داوش على الناس اللي ساكنين معاهم. حيت عمار الدار هما العالم الاخر اللي تيسكنوا معانا في الدار، تيكونوا عمار الدار، هادو تيكونوا ساكنين في الدار. ومي تنتمناو ما اديونا من اديهم حاجه وحده اللي تنديروا الصافات والجن، صوره الجن. هذه الوصفه ان شاء الله غادي نحطها لكم على اساس انكم غادي ديروها وتبخروا الدار ان شاء الله بحول الله وقوته. الخميس والجمعه، الخميس والجمعه متتابعين، ما بين العصر والمغرب، ما بين العصر والمغرب ان شاء الله تحطوا هذه الوصفه، وان شاء الله غتكون بخير وعلى خير. هذه الوصفه اشنو فيها؟ ان شاء الله فيها الملح، فيها الملح، فيها الشيح، فيها ورق السدر، ملح، شيح، اوراق السدر. ان شاء الله بحول الله الناس اللي في الدول العربيه الشيح هو عنده الاسم ديالو هو الشيح، الملحه اوراق النبق، هما اوراق السدر عندنا اوراق النبق. ان شاء الله الناس اللي ما تيفهموش اللغه ديالي راه تلوح كلمات مبسطه باش يفهموها كاع الناس. ان شاء الله انا تنحاول ولكن المغربيه تاغيه عليا، تنحاول بكل وجهدي باش اتكلم باللغه ولو شيء بسيط. ان شاء الله حاولوا تصبروا عليا حتى اتعلم شيء قليل فقط. اما اللغه المغربيه تاغيه على اللسان ديالي، ولكن اتمنى ان ناخذ معلومات وبعدين اتكلم بلغتكم. مهم ان شاء الله ما نطوش في الكلام، نبق كميه متساويه الشيح الملحه. كيف اقرا عليهم؟ اجيبهم في انيه واقرا عليهم صوره الجن، صوره الجن 3 مرات، اقرا عليهم صوره الجن 3 مرات، وأبخر بهم المكان والدار والمنزل، لأن المنزل المصاب بالخيالات خاصو يتنقى. الوقت اللي نكون بخر بهاد الشيح والنبق، أوراق النبق والملحة، أتبخر بهم في هذا الفحم، في هذا المجمر، وندير فيه الفحم، ونشوف شي وحده كهربائيه او دير فحم، ونبخر المكان من الباب وانا غادا هذا. الا المراحيض، لا المراحيض، لا المراحيض، نديروا لهم وصفه اخرى ان شاء الله ديال المراحيض لتطهير الطاقه السلبيه. نحاول ان شاء الله نحط شي حاجه ديال المراحيض ونبخر بهم يوم الخميس او الجمعه، وانا انتي تتبخري وطالقه صوره الجن متكرره في التلفاز، لان كاينه في الرقيه الشرعيه الجن
صورة الجن متكررة 7 مرات نطلقها في المنزل. الناس اللي عندهم خيالات في الدار وعندهم نحس، والناس اللي عندهم ركود في المنزل يديروا هذه الوصفة إن شاء الله. نزيد واحد الوصفة أخرى ديال الماء المقري عليه صورة الجن. الوقت اللي نكون طالقة، الوقت اللي نكون حاطة صورة الجن متكررة، أرش المكان من زوايا المنزل، وضعوا شيء قليل من زيت المسك. زيت المسك أحطه على الماء وأقرأ عليه صورة الجن مرة واحدة إن شاء الله بحول الله وقوته. أرش به زوايا المنزل كلهم، أرش وأقول بسم الله بسم الله بسم الله، كل زاوية أقول بسم الله بسم الله بسم الله، حتى أكمل وإن شاء الله ما تبقاي تشوفي لا خيالات ولا والو. هذه الوصفة صالحة للرزق، الناس اللي عندهم قلة الرزق في المنزل، والشيح مطهر جيد، مطهر جيد. ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تدعموا هذه القناة وتفعلوا الجرس وتابوناو وبارطاجيو مع أصحابكم هاد المعلومة إن شاء الله. إن شاء الله هذه الوصفة ديروها وانتم مطمئنين، كل شيء من القرآن شيء جميل والله. ومع السلامة إلى وصف